بس خليني في البداية أسأل حضرتك، هل كان في ضرورة لتعديل بعض مواد الدستور خاصة اللي تخص المرأة؟ والله من ساعة ما القيادة السياسية أعلنت عام 2017 هو عام المرأة، ودي كانت بشرة خير. أنا عن نفسي كنت مستنية أشوف تفاعل الجمهور مع الإعلان ده أكتر من تفاعل الحكومة لنفسها، لأني كنت واثقة أن الحكومة هتقدم حاجات. الحكومة قدمت حاجات لم يسبق لها مثيل في الستين سنة الأخيرة للمرأة. بقى عندنا مثلا 8 وزيرات في الحكومه، وده عدد احنا ما وصلنالهوش قبل كده، طبعا وكلهم ما شاء الله يعني على قدر عالي من المسؤوليه والايجابيه ونماذج مشرفه، وبتبين قد ايه ان الرهان على المراه ما بيخسرش. طبعا بقى عندنا اتعين اول نائب محافظ للبنك المركزي امراه، ودي برضو ما حصلتش قبل كده، ودي برضو حاجة كانت مصدر فخر وسعادة كبيرة قوي لينا كلنا ولينا على وجه التحديد، لأن احنا طول عمرنا بنقول تمكين المرأة تمكين المرأة، فلما بتيجي الحاجات دي أكيد بتأثر علينا إيجابيا جامد جدا. طبعا كمان تعيين أول امرأة مستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، دي برضو مكان مهم جدا ويليق بمكانة المرأة، ده هي. وحاجة يعني عظمة. المرأة بدأت تاخد منصب المحافظ انت بدأتي معانا كده من الاول خالص، من اول ما المرأة بدأت تنجز في حياتها من اول العملية. 2017، من اول عام المرأة، من اول من اول عام المرأة. 2017. خلينا بس نستعرضهم علشان دي حاجات لازم الناس تعرف، ما تستهونش بيها، وناس تعرف ان فعلا عام المرأة كان فيه القيادة السياسية تبنت المشروع وفعلت جزء كبير منه على ارض الواقع. ده حقيقي طبعا. زاد عدد القاضيات في المحاكم الابتدائية الى 26. مجلس القضاء الاعلى عين اول مساعدة لوزير العدل. تم تعيين 4 قاضيات في منصب سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. تم بقرار جمهوري إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة بحيث يتضمن قيادات شبابية، ما كانش موجود أوي قيادات شبابية. ما كناش بنشوف الكوادر الشبابية وهي بتتقلد في مناصب حساسة ومهمة وبتكون فعالة مع المجتمع المدني، كمان بتقدم خدمات وبتستوعب الناس. تم استعانة بقيادات شبابية، والاستعانة بقيادات لتمثل المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة الريفية كمان. نسبة تمثيل البرلمان في المرأة كان 15%، فاحنا اوريدي كان في مكتسبات جميلة جدا. دلوقتي بقت وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة 25%. دي نسبة هايلة جدا ما حصلتش قبل كده، بتؤكد ان في فرصة وفي مساحة كبيرة مفروضة للمرأة، وعليها بقى انها تثبت. يعني في اصوات دايما تقول طب ماشي خدنا 15%، فين المشاريع القوانين وفين فين الشغل اللي اتعمل؟ احنا لسه في دورة انتخابية اولى. يعني هل تعتقد انه 25% او ربع عدد مقاعد البرلمان هو عدد منصف للمرأة دلوقتي في الوقت الحالي؟ هو احنا محتاجين، انا مش هكتفي يعني، احنا كلنا مش هنكتفي ابدا، هيبقى دايما عايزين المزيد، بس بالنسبة لان احنا وصلنا ل 25% ده حاجة حلوة. احنا كنا فين وبقينا فين؟ يعني دي بقت حاجة جميلة جدا وكويسة جدا، ولازم المرأة علشان ما نقيمش من دلوقتي ونختزل فرصتها في ان طب عملتوا ايه من ساعة، لا، في نائبات كتير محترمات قدموا مشاريع قوانين ممتازة جدا، بس الأولوية الجدول والمجلس بيناقش حاجة في حاجة، فلازم الفرصة تتاخد كاملة وتاخد مساحتها الزمنية الكاملة عشان نقدر نحدد. المرأة داخل البرلمان ما بتمثلش نفسها بس، لكنها بتمثل فئات المجتمع، لأنه هي بتمثل أسرتها، وأسرتها فيها الابن وفيها الزوج وفيها الرجل وفيها المرأة وفيها البنت. وهنا احنا بنقول أنه حقيقي لما بندي للمرأة فرصة أن هي تبدأ تخدم، هي ما بتخدمش نفسها كامرأة، لا، هي بتخدم المجتمع طبعا. بالظبط. الرهان عليها عمره ما بيخسر على فكره. وعاوز اقول لك كمان على المستوى التشريعي بقى داخل البرلمان، المراه المصريه قدرت تساهم جوه البرلمان بصدور قانون 219 لسنه 2017 بحقها في الحصول على الميراث في الصعيد وفي اماكن معينه. كان المراه مش بتاخد ميراثها، ممكن يدوها فلوس لكن ما تاخدش ارض او عقارات او الكلام ده كله. دلوقتي لا، لو ما خد الممتنع عن تسليم المراه حقها في الميراث يعاقب بالحبس. كمان بقى في تغليظ لعقوبة الختان. كمان ما كانش فيه في قانون العقوبات كلمة تحرش بمسماها، كان احنا كنا بنقول تحرش بينا وبين بعض، وكان بيجرم بينا وبين بعض، لكن ما كانش فيه القانون وكيل النيابة اللي عايز يحاسب المتحرش، ما كانش موجود كلمة تحرش. لا، تم إضافة كلمة تحرش جوه قانون العقوبات وبقى ليها عقوبة مغلظة. كل ده مين اللي عمله؟ المرأة داخل البرلمان أكيد. فوجود المرأة في البرلمان فعلا زي ما حضرتك قلتي بيخدمها وبيخدم المجتمع ككل، هي اللي حاسة بمشاكل الستات، وهي اللي حاسة ايه
ايه اللي ناقصهم؟ هي المراه عموما قلب الوطن، لانه زي أكيد. ما احنا قلنا كده ان هي ربه الاسره، اللي هي على اساسها كل حاجه ممكن تبنى بعد كده، هي اللي بتبث روح الوطنيه في اولادها في جوزها، هي اللي بتقول لهم يلا انزلوا واعملوا دوركم واستفتوا. ويمكن شايفين كمان تواجدها في لجان الانتخابيه وقد ايه موجوده المراه بكثافه، وما نقدرش ابدا ان احنا نهمل دورها.